في خطوة تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة عراقية جديدة، برهم صالح يدعو مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد في 9 يناير القادم. ومن جلسوا على أرائك القضاة عليهم أن يعلموا أنهم سيكون عقب اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، قيس سعيد يقول أنه لا يمكن تطهير تونس من الفساد إلا بقضاء عادل. إيران تطلق صاروخا إلى الفضاء يحمل 3 شحنات بحثية بشكل متزامن للمرة الأولى. السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة من قناة النيل، أهلا بكم. نبدأ من القاهرة والتي أصدرت فيها القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بيانا هنأت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة وأقباط مصر وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022. وتمنى بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أن يكون العام الميلادي الجديد عام خير ورخاء على مصر وشعبها العظيم. دعا الرئيس العراقي برهم صالح مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد يوم الأحد الموافق 9 يناير القادم. ها هو العراق يسير خطوة أخرى على طريق تشكيل حكومته الجديدة بعد أن دعا الرئيس العراقي برهم صالح مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد الأحد الموافق 9 يناير المقبل في خطوة تمهد السبيل أمام تشكيل حكومة جديدة. صالح أكد على ضرورة تشكيل حكومة قادرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، موضحا أن هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر. دعوة الرئيس العراقي تأتي بعد أيام من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر الماضي. ومن المقرر أن ينتخب النواب خلال الجلسة الأولى رئيس البرلمان ونائبيه، على أن ينتخبوا في وقت لاحق رئيسا جديدا للبلاد يكلف زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة. الفائز الرئيسي في الانتخابات التشريعية الأخيرة كان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والذي يمثل تياره أكبر تكتل بالفعل في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا، وسيزيد عدد نوابه من 54 نائبا إلى 73. أما منافسه الرئيسي طيلة السنوات تحالف الفتح الذي يضم فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي المتحالف مع إيران، فقد هوى تمثيله البرلماني من 48 مقعدا إلى 17 فقط. وعقد قادة تحالف الفتح اجتماعا مع الصدر بمنزله في النجف الجنوبية الأربعاء لبحث التشكيل الحكومي، غير أن المشاركين في الاجتماع لم يعلنوا نتائج واضحة، بيد أنهم أشاروا إلى أجواء إيجابية ونوهوا إلى الحاجة لعقد مزيد من الاجتماعات. ولا تخرج فكرة عقد هذا اللقاء عن تصور من 3، فالبعض يرى أنها محاولة لكسر الجليد بين الأطراف الشيعية تمهيدا لخلق توافق، وآخرون يرون أنه مجرد لقاء سوري يريد الصدر من خلاله إثبات سعيه للتوافق قبل أن يسعى جديا لتشكيل أغلبية. وتصور ثالث يقول إن الصدر لا يطمح في توافق تقليدي، بل يطمح في صياغة توافق جديد باستقطاب أطراف دون أخرى. قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج انه لا يمكن تطهير تونس من الفساد الا بقضاء عادل. الشعب التونسي يريد تطهير البلاد. تطهير البلاد. وسنطهر بحول الله البلاد بناء على القانون وبناء ايضا على من يطبقون القانون، ومن جلسوا على أرائك القضاة عليهم أن يعلموا أنهم سيقومون بدور تاريخي في تطهير البلاد.
وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة تطهير القضاء. وأيضا سأدعو ممثلي القضاة على ضرورة تطهير القضاء، على ضرورة تطهير القضاء من لا يشعر بالمسؤولية أو ممن تورط في عددا من القضايا. وفما الدولة التونسية هي اللي تنظم القضاء، مش القضاء ينظم في روحه بناء على توازنات سياسية وتدخلات. وفما ناس إن شاء الله في القريب العاجل يتم الإفصاح عن أسمائهم. أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة مرسوما يقضي بتعيين السفير وحيد مبارك رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوض. كانت البحرين قطعت علاقتها الدبلوماسية مع دمشق بعد اندلاع احتجاجات شعبية سلمية عام 2011 واجهتها قوات الأمن بالقمع وسرعان ما تحولت إلى نزاع مسلح. أطلقت قوات الأمن السودانية غاز مسيل الدموع لتفريق متظاهرين حاولوا السير باتجاه القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم. رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تظاهر آلاف السودانيين بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى للمطالبة بما وصفوه بحكم مدني. المتظاهرون خرجوا في مدن الخرطوم وبحري شمالي العاصمة وأم درمان غربي العاصمة وكسلا وبور سودان شرق العاصمة وعطبرة شمال العاصمة بدعوة من تجمع المهنيين ولجان المقاومة. وقالت وكالة السودان للأنباء الرسمية إن تظاهرات الخميس هي آخر تظاهرات العام 2021 في مدن العاصمة الثلاث والولايات الأخرى، مطالبة بمدنية الدولة وفق الجدول الزمني الذي تم وضعه من قبل لجان المقاومة والأجسام الثورية الأخرى من تجمعات مهنية وتنظيمات سياسية رافضة للاتفاق الذي تم في نوفمبر الماضي. وحاول المتظاهرون الوصول إلى محيط القصر الرئاسي إلا أن قوات الأمن واجهتهم بإطلاق القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع، ما أوقع إصابات في صفوف المحتجين بسبب الاختناق. ورد المتظاهرون بقذف قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر بين الطرفين في الشوارع الرئيسة والفرعية بالمدينة. وكانت السلطات الأمنية قد استبقت التظاهرات بإغلاق بعض الجسور والشوارع وسط الخرطوم بحاويات وأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية منعا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي. ونصبت قوات الأمن للمرة الأولى كاميرات على المحاور الرئيسة في الخرطوم لرصد تجمعات المتظاهرين. وكان يوم أمس هو الخميس 11 منذ شهر أكتوبر الماضي الذي يشهد تظاهرات كبيرة في السودان رفضا لإجراءات اتخذها البرهان تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين في إجراءات وصفها الجيش بالتصحيحية. ووقع البرهان وحمدوك في 21 من نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه وتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وتعهد الطرفان بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي، لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق محاولة لشرعنة ما تصفه بالانقلاب وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية. شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة وقف كافة الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب بحق الفلسطينيين من استيطان ومصادرة أراضي وهدم منازل. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن استمرار هذه الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب سوف يؤدي إلى تفجير الأوضاع.
أعلنت إيران إطلاق صاروخ إلى الفضاء يحمل 3 شحنات بحثية بشكل متزامن للمرة الأولى. تقدم مرضي نسبيا، وصف اكتفت به طهران للكشف عن أحدث مستجدات مفاوضات الشد والجذب التي يجريها المفاوضون الإيرانيون مع القوى الغربية لعودة طهران إلى الاتفاق النووي الذي أبرمه الجانبان عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة بمفردها عام 2018. كانت الجولة 8 من المحادثات النووية الإيرانية الغربية قد بدأت في فيينا يوم الاثنين الماضي مع تمسك طهران بأولوية رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن عليها والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي. وفي المقابل تشدد الولايات المتحدة والقوى الغربية فرنسا وبريطانيا وألمانيا على أهمية عودة إيران إلى احترام التزاماتها كاملة بموجب الاتفاق الذي تراجعت عنه عام 2019. وفي مجال الطموح الفضائي الإيراني، كشفت طهران عن إطلاق صاروخ يقل حاملة أقمار صناعية عليها 3 أقمار بحثية من المقرر أن تستقر على ارتفاع قدره 470 كيلومترا في خطوة اعتبرتها إيران إنجازا كبيرا. إن حاملة العنقاء الفضائية تزيد قدرة حمولتنا من 50 كيلوغرام إلى 250 كيلوغرام، كما أنها تضاعف الارتفاع من 50 كيلومتر إلى 100 كيلومتر، ويعد هذا إنجازا كبيرا. واعتبر الخبراء الإيرانيون أن عملية إطلاق الحاملة الفضائية الجديدة تمت بنجاح كامل وتمثل خطوة مبدئية لعمليات أخرى أكثر تقدما. لقد أنجزنا 100% مما كنا نأمله في عملية الإطلاق، وبعد هذه الخطوة المبدئية لدينا على المدى القريب عملية إطلاق أخرى رئيسية يمكن إجراؤها في مجال القمر الصناعي، يأمل المسؤولون إجراءها عبر حاملة الإطلاق الجديدة. كانت إيران قد عانت من سلسلة انتكاسات في برنامجها الفضائي شابت عمليات الإطلاق التي أجرتها الفرق التابعة للحرس الثوري الإيراني، إلا أن إيران نجحت العام الماضي في وضع قمر صناعي بمداره المحدد وفقا لتقديرات المسؤولين. قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى ستجرى في جنيف في 10 يناير القادم. يمكن القول إن المحادثات على مستوى الوفود الوزارية من روسيا والولايات المتحدة مقررة في 10 يناير في جنيف. سوف يترأس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرجي ريباكوف، وسيترأس الجانب الأمريكي نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن محادثات جنيف في 10 يناير القادم ستناقش سبل توفير ضمانات أمنية بين موسكو وواشنطن. تم تحديد الموعد وليس هناك بدائل في الوقت الحالي. بالطبع يتضمن جدول الأعمال مناقشة مسودتي وثيقتين أساسيتين هما معاهدة بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة واتفاقية بشأن إجراءات ضمان أمن روسيا والدول الأعضاء في حلف الناتو، وهما وثيقتان سلمتهما روسيا إلى الولايات المتحدة في 15 ديسمبر الجاري. في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مع حلفائها وشركائها سترد بشكل قوي على أي غزو روسي لأوكرانيا. تجنب التصعيد العسكري في أوكرانيا وسلوك المسار الدبلوماسي بما يراعي المصالح القومية للبلدين هو صلب الاتصال الهاتفي الثاني خلال شهر ما بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين الذي استغرق 50 دقيقة. الاتصال جاء بطلب من بوتين إيمانا منه بأن طريق المفاوضات وحده هو الذي قد يحل المشكلات المتزايدة مع بايدن، حيث ناقش الزعيمان جملة من الموضوعات منها المحادثات الأمنية المقررة في 10 يناير المقبل
والوضع المتوتر في أوروبا والمحادثات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي. موسكو أكدت في غير موضع أن أولويتها الأولى هي التفاوض بشأن معاهدتين تعيدان تحديد التوازن الأمني وهيكلة الأمن في أوروبا. فالكريملين يرى أن أمن روسيا يقتضي منع أي توسيع للحلف الأطلسي شرقا ووضع حد للنشاطات العسكرية الغربية في محيط روسيا، وهي منطقة تعتبرها موسكو دائرة نفوذ لها. ومع اقتراب موعد المحادثات الروسية الأمريكية في العاشر من يناير في جنيف، تعتبر موسكو أن تحقيق هذين المطلبين هو فقط الذي يمكن أن يسمح باحتواء تصعيد التوتر، إذ تتعامل روسيا مع أوكرانيا باعتبارها مصلحة حيوية للأمن القومي، وأعلنت عن استعدادها لاستخدام القوة العسكرية إذا كانت تلك المصلحة مهددة، وترى دعم الولايات المتحدة والحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تهديدا مباشرا لأمنها ومصالحها. في المقابل تنسق الولايات المتحدة مع شركائها الأوروبيين لردع أي عدوان روسي على أوكرانيا، وأكدت التوافق بينهما على فرض عواقب هائلة وكلفة باهظة على روسيا إذا ما شنت هجوما على أوكرانيا، في حين لا يبدي الكريملين أي اكتراث للتهديدات بفرض عقوبات، حيث تخضع روسيا بالفعل لعقوبات اقتصادية على خلفية الملف الأوكراني وقمع المعارضة الداخلية. واستبعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تقديم أي تنازل في مؤشر إلى صعوبة محادثات جنيف المقبلة حول أوكرانيا والاستقرار الاستراتيجي، حيث يليها لقاء روسي أطلسي في 12 من يناير، ثم اجتماع ثالث في 13 من يناير في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وعطفا عليه، يرى محللون أن سلوك بوتين يشير إلى أن هدفه الحقيقي ليس غزو أوكرانيا وضمها إلى روسيا، بل تغيير النظام بعد الحرب الباردة في شرق أوروبا، حيث ترك هذا النظام روسيا من دون أن يكون لها رأي كبير في الأمن الأوروبي. وإذا تمكن بوتين من إبقاء حلف الأطلسي خارج أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وإبقاء صواريخ الولايات المتحدة متوسطة المدى خارج أوروبا، فإنه يعتقد بذلك أنه يستطيع إصلاح جزء من الضرر الذي لحق بأمن روسيا بعد انتهاء الحرب الباردة. سجي نعشو الأسقف ديسمونت في كاتدرائية تاريخية بمدينة كيب تاون ندد منها ذات يوم بحكم البيض في جنوب إفريقيا، ليتمكن مواطنو جنوب إفريقيا من وداع رمز النضال ضد الفصل العنصري. سجي نعش الأسقف ديزموند توتو في كاتدرائية سان جورج بكيب تاون التاريخية، والتي ندد منها ذات يوم بحكم البيض في جنوب إفريقيا، ليتمكن المواطنون من وداع رمز النضال ضد الفصل العنصري. نقل تابوت توتو البسيط المصنوع من خشب الصنوبر ومقابض من الحبال ومزين بإكليل من القرنفل الأبيض إلى كاتدرائية سان جورج، والتي وفرت ملاذا آمنا لنشطاء مناهضة الفصل العنصري في سنوات الحكم القمعي للأقلية البيضاء. وبعد عمر ناهز 90 عاما، توفي توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام يوم الأحد الماضي، وحظي الرجل باحترام كبير بين مواطني بلاده على اختلاف أعراقهم وثقافتهم لاستقامته الأخلاقية ونضاله ضد حكم الأقلية البيضاء. وبعدما أضعفه التقدم في السن والمرض، انسحب توتو حائز جائزة نوبل للسلام من الحياة العامة في السنوات القليلة الماضية، وبعد تقاعده عام 1996 خاض رحلة مروعة في ماضي جنوب إفريقيا المظلم رئيسا للجنة الحقيقة والمصالحة، والتي كشفت عن أهوال الفصل العنصري بتفاصيل مخيفة.
أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أن الأمس الخميس شهد تسجيل 871 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 32 حالة وفاة. وقال الدكتور حسام عبد الغفار إن الأمس شهد أيضا خروج 799 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الفيروس إلى 320,024 حالة. أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام استعدادا لإعادة رفع مستوى الإجراءات الاحترازية وتكثيف التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومتحوراته. وقال بيان لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف إنه تم تخصيص مسارات خاصة للمصلين مجهزة بالملصقات الإرشادية التي توضح أماكن الوقوف مع تطبيق التباعد الجسدي. اتخذت العديد من عواصم ومدن العالم إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال احتفالات العام الميلادي الجديد. إجراءات احترازية مشددة وعلى نطاق واسع تفرضها العديد من دول العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا ولا سيما المتحورة الأخيرة متحورة أوميكرون. ومن أجل مواجهة الارتفاع القياسي في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتجنب حدوث انتكاسات كبرى خاصة أثناء الاحتفال بعشية العام الميلادي الجديد، اتخذت العديد من دول العالم إجراءات مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا. ففي فرنسا ستغلق الملاهي الليلية عشية رأس السنة الميلادية الجديدة ولمدة عدة أسابيع، كما ألزمت باريس المواطنين بارتداء الكمامة في الشوارع وستغلق الحانات في وقت مبكر يومي السبت والأحد المقبلين. وفي اليونان ستغلق الحانات والمطاعم عند منتصف الليلة، كما سيتم حظر إقامة ولائم كبرى بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد وحصر عدد المجتمعين حول الطاولات في المطاعم بستة أشخاص على الأكثر حتى 16 من يناير المقبل. وفي إسبانيا ألغيت الاحتفالات في معظم المناطق، فيما ستحافظ مدريد على الاحتفال ضمن حد أدنى من المراسم في ساحة بويرتا ديل سول الشهيرة بحضور محدود قدره 7,000 شخص مقابل 18,000 قبل ظهور الجائحة ومع وضع الكمامة. أما في بريطانيا فقد أعلنت السلطات التي تواجه حالة حرب ضد المتحورة أوميكرون إنشاء مبان مؤقتة لإتاحة نحو 4,000 سرير إضافية تحسبا لاستقبال موجة من المصابين، فيما لم تفرض السلطات حتى الآن أي قيود جديدة لمواجهة فيروس كورونا قبل حلول العام الجديد. وألغت مدن برازيلية عدة مثل ساو باولو وريو دي جانيرو الاحتفالات المقررة بالعام الجديد، كما أعلنت السلطات أنها ستحاول حظر وسائل النقل الجماعي إلى الشواطئ لتقليل التجمعات. وفي الهند دعت السلطات المواطنين إلى الالتزام بإجراءات التباعد والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا مع فرضها قيودا جديدة وحظرا للتجوال في العديد من الولايات الهندية بما فيها نيودلهي عشية العام الميلادي الجديد. ومع استعداد العالم للاحتفال واستقبال العام الميلادي الجديد باتت الأرقام اليومية المسجلة في الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تثير ذعرا، حيث سجل الأسبوع الماضي وحده أكثر من 1,000,000 حالة إصابة يوميا بارتفاع بأكثر من 40% عن الأسبوع السابق. في القاهرة نظمت نقابة الأشراف أولى فعالياتها ضمن مبادرة بناء الوعي التي تعد من أهم وأبرز قضايا المجتمع المصري. كون استقرار الأمم مرهون بوعي أبناء المجتمع ومواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات على كافة المستويات، ما يتطلب تضافر الهيئات والمؤسسات المعنية للعمل بوسائل متعددة لنشر الوعي المستنير. نقابة الأشراف تطلق أولى فعالياتها ضمن مبادرة بناء الوعي التي أطلقها رئيس الجمهورية. منذ أن بدأ فخامة السيد الرئيس في احتفالنا بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بإعلان مبادرته عن نشر الوعي، وبدأت نقابة السادة الأشراف في تبني هذه المبادرة، واليوم نجتمع
ويلقي علينا كبار العلماء عن قيمة نشر الوعي وحفظ الإنسان وحفظ الأمة. ده أساس متين في بناء المجتمع السليم والمجتمع المصري الجديد. القاعدة المقررة أن الوعي قبل السعي، وهذا يدل على أن السعي له أهمية ولكن الوعي قبله، حتى إذا ما سرنا على بصيرة. البرنامج أن الوعي قبل السعي هو برنامج ينفذ على جميع المجالات، في مجال التعليم، في مجال الاقتصاد، في مجال الاجتماع، في المجال السياسي. كان التوجيه الرئاسي بتجديد تلك المقامات والمناطق المحيطة بها حرصا على تطوير واجهة مصر الحضارية الإسلامية. عمل على تجديدها وتطويرها أمر له من الأهمية ما يوجب علينا أن نساهم في هذا وأن نحافظ على هذا المعنى الكريم الذي سيجمع القلوب. قرار الحقيقة ترميم المقامات لم يكن قرار فقط خاص بمصر، إنما هو قرار خاص بجميع الأشراف في العالم الإسلامي، وهو أمر يتعلق بجميع بقضايا الأمة الإسلامية، وهو من ضمن يعني الحقيقة الخطوات التي يقوم بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تجديد الخطاب الديني ونشر الوعي والوسطية. جبرتم خواطر آل البيت، جبر الله خاطركم. رسالة نقابة الأشراف للقائمين على تطوير أضرحة ومقامات آل البيت. من نقابة الأشراف، وليد هيكل، النيل. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. مدرسة لفنون السيرك بالمغرب تقدم فرصا للشباب لتحسين أوضاعهم المعيشية. أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد بعد هذا الفاصل. في القاهرة بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية الظروف التي يمر بها العالم خلال هذه المرحلة شديدة الاستثنائية التي تسود فيها حالة من عدم اليقين بشأن مدى وتأثير التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وبحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أيضا خلال هذا الاجتماع عددا من الإجراءات الهادفة لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته. حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قوية خلال عام 2021 تجاوزت 115 مليار جنيه ليصل إلى 765.5 مليار جنيه في نهاية آخر جلسات العام. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 خلال العام مكاسب تجاوزت 10.1% لينهي العام عند مستوى 11949 نقطة. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 خلال عام 2021 بنسبة بلغت 2.64% منهيا تعاملاته عند مستوى 2201.79 نقطة. تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 6% لتواصل هبوطها لليوم الرابع على التوالي، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة التركية مصاعب في إقناع المدخرين بتجاهل تقلبات العملة والمخاوف من ارتفاع التضخم والتخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة. وخسرت الليرة التركية ما يصل إلى 20% في 4 جلسات تداول، لترتد بذلك عن ارتفاع تجاوز 50% في الأيام الخمسة السابقة إثر الكشف عن خطة حكومية جديدة لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الصعبة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مواصلة مكاسبها المتتالية المستمرة منذ أيام، على الرغم من تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا لتسجل 79.5
$1.40 للبرميل مرتفعة لليوم الرابع على التوالي. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا لتسجل $76.79 للبرميل في 7 جلسات على التوالي من المكاسب. العراقية بغداد عرض المتحف العراقي قطعا أثرية تم اكتشافها مؤخرا للمرة الأولى. هو العراق رغم كل ما يعانيه ورغم كل هجمات السرقة والنهب تنقب في أرضه لتتكشف لك كنوزه المدفونة. بعثات تنقيب محلية وأجنبية شاركت في أعمال التنقيب عن مئات القطع الأثرية في مختلف المواقع الأثرية عبر البلاد لتخرج نتيجة تلك الجهود للنور في شكل معرض ضم قطعا أثرية من الفخار والأوعية والأواني الزجاجية والأختام وألواح من الطين التي تم اكتشافها مؤخرا في العراق ليشاهدها الجمهور لأول مرة في متحف العراق الوطني ببغداد. وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم قال إنه تم الكشف عن أكثر من 2000 قطعة أثرية في الآونة الأخيرة. اليوم افتتحنا معرضا للقطع الأثرية المكتشفة حديثا. هذه المستظهرات اكتشفت عبر بعثات تنقيبية أجنبية عراقية مشتركة عملت في مناطق متنوعة من العراق واستظهرت أكثر من 2000 قطعة أثرية جديدة تضم إلى كنوز المتحف العراقي. 18 بعثة أثرية من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى ساعدت فرق التنقيب المحلية في الاكتشافات. البعثات الأجنبية العاملة بالشراكة مع الجانب العراقي، خبراؤنا العراقيون يشاركون في هذه البعثات، حقيقة يصلون إلى نتائج متقدمة في مجال التنقيب. وهذه القطع وهذا الاستظهار وإعادة هذه القطع يعني إلى المتحف، تعرض اليوم هذه القطع بما يزيد على 2000 قطعة، حقيقة يمثل رسالة مهمة في تعافي المشهد الثقافي الآثاري العراقي. تضمنت القطع الأثرية شظايا فخارية وكتابات تعود إلى عصر الحضارة السومرية القديمة قبل حوالي 4000 عام، ونهبت العديد من الكنوز الأثرية من العراق موطن الهلال الخصيب القديم الذي يعتبر مهد الحضارة خلال الفوضى التي أعقبت الغزو الأمريكي عام 2003 وخرجت من البلاد. في السنوات الأخيرة يبذل العراق جهودا هائلة لإعادة هذه القطع إلى أرض الوطن والعمل عن كثب مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو. وعكفت السلطات العراقية منذ أمد على تعقب ورصد واستعادة الآلاف من قطع التراث العراقي والتي ما زال كثير منها مفقودا حتى الآن. تقدم مدرسة لفنون السيرك في مدينة سيلة المغربية فرصا للشباب لتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال تعليمهم فنون استعراضية. خلف جدران قلعة أثرية تعود للقرن 18 بمدينة سيلة المغربية تقع مدرسة شمسي لفنون السيرك، والتي أخذت على عاتقها تقديم فرص جديدة للشباب الفقراء لتحسين أوضاعهم الحياتية من خلال فنون السيرك الاستعراضية. فكل خطوة يخطوها الطلاب داخل مدرسة شمسي لفنون السيرك محسوبة عليهم، إذ يحاولون جاهدين إتقان خطوات أقدامهم من خلال فنون استعراضية راقصة. سيرت احنا المدرسه ديالنا ديال السيرك خاصها ضروري تلعب العروض ديال السيرك، وخا القاعات وبزاف ديال البلايص سادين، ولكن كنحاولوا ما امكن نخدموها في شي بلاصه. وبين الحين والاخر تخضع المهارات والاساليب البهلوانيه التي اكتسبها طلاب المدرسه لتقييم معلميهم من خلال تقديم عروض استعراضيه تنظم داخل خيمه كبيره مجهزه وتبعد عده امتار فقط عن المدرسه الام. انا في المدرسه تيخرجوك بعدا من واحد الزون ديال الروتين، يعني ما كتبقاش غير كترين كل نهار، يعني فهمتي تيجيو ناس جداد غير في لا دونس، فهمتي مزيكا في المسرح، كل مره تيعطيوك باجاج جديد
يعني من كتسالي ديك 3 سنين كيكون عندك واحد الباجاج باش يتكري كومباني ولا دير شي حاجه انت بوحدك. ونظرا لان معظم طلاب المدرسه والذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 25 عاما جاءوا من خلفيات فقيره، تكفلت المدرسة بتغطية كل التكاليف الخاصة بتعليم هؤلاء الأطفال، فضلا عن مد يد العون للطلبة الواعدين في إيجاد عمل مناسب لهم لدى تخرجهم. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار في خطوة تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة عراقية جديدة. برهم صالح يدعو مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد في 9 يناير القادم. ومن جلسوا على أرائك القضاة عليهم أن يعلموا أنهم سيقومون بدور تاريخي. عقب اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، قيس سعيد يقول انه لا يمكن تطهير تونس من الفساد الا بقضاء عادل. ايران تطلق صاروخا الى الفضاء يحمل 3 شحنات بحثيه بشكل متزامن للمره الاولى. نهاية أخبار السابعة صباحا، أشكر لكم حسن المتابعة وألقاكم على رأس الساعة وموجز جديد لأهم وآخر الأنباء.